نحن لا نقول للمسلمين تقشفوا وافتقروا، لا، ولكن نقول للمسلمين حصلوا الدنيا واجعلوها في أيديكم ولا تجعلوها في قلوبكم. اللهم اجعل الدنيا في أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا. لا نريد من المسلمين أن يتكففوا الناس إحسان، ولا أن يكونوا من الفقراء وتتقدم الأمم ويتخلفون هم، لا، ولكن اللهم اجعل الدنيا في أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا. فعلى الإنسان أن يجتهد، أن يقيس نفسه في أمور الآخرة والخير والعلم والعبادة على من هو أفضل منه وأعلى منه، وفي أمور الدنيا ينظر إلى من هو أسفل منه، فإنه أجدر ألا يحقر نعمة الله عليه.